عبور جنازة من على طريق محمد القاسم حتى تقولون جاي تعبر الحالات الاستثنائية حالات الحرجة الجنازة جاي يسهلون أمورها وتعبر اللي أسعاف تعبر اللي عنده حالة طارئة تعبر عنده مريض يعبر هاي جنازة ثانية هم الله يرحمه ولدنا المظاهرين جاي يعبرون الحالات حتى خاف تقولون قاطعين الطريق عن الكل هاكم شوفوا شلون جاي يسهلون الأمر حتى تعبر ها من على طريق محمد القاسم جاي تعبر الحالات الاستثنائية أبو مخضر مساع عبر اللي هو يفيد المواطنين لأن عنده مخضر هاي للعالم وللناس الفقرة حتى يبيع هذا يعبر نقاطعين على الموظفين ترى مو على غير واحد وعلى الوزارات حتى يتوضح السبب اللي مقاطعينه هاي جنازة ثانية هاي سيارة هم أيضا متجهة لمدينة الطيب هم حالة استثنائية جاي عبرون ماكو كل مشكلة